نوضح اليوم الكود اللي بيشتغل ليفل باي ليفل. يعني عندنا مثل هاي التري كيف يطبع 10 اول، بعدين يطبع 2 و34 و56 و100، وبعدين الليفل الاخير. طبعا راح نبلش بالكود من البدايه عشان نعرف ايش الفانكشن. بالبدايه احنا دائما بالتري او بالداتا ستراكشر بنستخدم نوع اسمه ستراكت، شيء اسمه ستراكت، هاي كلمه محجوزه اسمها ستراكت. طبعا اللي بعد الستراكت هذه النود، اي اسم تقدر تسميها، يعني ممكن انا اغيرها، لكن بالعاده نود احنا بنكتبها عشان نمثل التري هذه النود. ايش فكره الستراكت؟ فكره الستراكت انه انا زي ببني شيء، انا ببني شيء معين، تمام. هذا الستراكت ايش راح يكون عندي موجود هون؟ في عندي الكي انتجر كي، يعني هلا هذا الستراكت، هذا ستراكت نوعه ستراكت نود، اوكي. في عندي هون كي نوع انتجر بتكون من جزئين، انتجر كي، وفي عندي ايش اللي بسموه احنا في فيكتور نود تشايلد. ايش هذا الفيكتور؟ الفيكتور هو نفسه الاري، الفيكتور نفس الاري. طبعا هذا نوع من انواع الداتا تايب الموجود عندنا، بس هذا الفيكتور ايش اللي بيفرق عن الاري؟ الاري لما كنا نحجز الاري، مثلا لما كنا نحكي انتجر ايه مثلا 3، اوكي، كنت احجز 3 مواقع فقط بالذاكره، يعني ثابته. لكن الفيكتور ما تحجز لك بالذاكره، كل ما اضيف اشي بتحجز لي موقع، يعني ضفت الاول بتحجزه، ضفت الثاني تحجزه، هذا الفيكتور يوفر لي مساحه في الذاكره اكثر. لكن هذا ثابت، هذا ثابت، اقول له 100 يروح يحجز لي 100 موقع، استخدمتن او ما استخدمته ما حيفرق معي. لكن الفيكتور متى يحجز للعنصر؟ لما انا انشئه او لما انا استخدمه. فاذا هو بتكون من كي وبتكون من فيكتور نود، تمام. يعني هذا الفيكتور ايش راح اخزن فيه؟ اللي هي النود، تمام. طيب ان شاء الله راح تتضح معنا لقدام بس شوي. طيب هلا في عندنا في فانكشن اسمه نيو نود. انا كل ما انشئ نود جديده لازم استدعي هذا الفانكشن. ايش يسوي هذا الفانكشن؟ بيعمل لي نيو نود اللي هي من الاستراكت هاي، اوكي. وشو بيعمل تم كي؟ بياخذ الكي، القيمه اللي انا راح اعطيه اياها، اوكي، وبرجع لي اياها القيمه. يعني على سبيل المثال انا لما اعطيته هون، لما اعطيته هاي الفكره نود رود 10، تمام. نيو نود ايش بعثنا لها؟ 10، تمام. لو اجينا لهون يعني الكي عندي كم؟ 10. فبس رح انسخ هذا الكود عشان اوضحه، تمام، اوكي. انه انا عندي، طب هي معكوسات بس whatever. هلا عندي هون بالمين لما استدعينا، ايش استدعينا هون؟ نود روت 10، تمام، هاي 10. فأنا كأني رحت بعثت له هاي مكان الكي، يعني الكي صار يساوي عندي إيش؟ 10، حلو؟ طيب بعدين إيش؟ أنا جبت نيو نود. إيش هاي نيو نود؟ اللي هي الستركت. أنا ألفت ستركت جديدة، يعني كأني رحت على الرام، على الذاكرة، تمام، عرفت إشي اسمه النود. طبعا ليش اسمها نود؟ لأنه أنا قبل شوي عرفت إشي اسمه ستركت نود. إذا حكينا بتتكون هي عندي من الكي ومن التشايلد، تمام. المهم هذا temporary x او y whatever خزننا فيها، وحكينا لها هاي النود ايش في عندك؟ عندك 10. مش احنا حكينا الستراكت تاعنا، البناء اللي رح ناخده الستراكت حق النود لازم يكون في عندي هون الكي وهون فيكتور، تمام، هون 10، بس ايش الفيكتور؟ لسه انا ما ضفته. هاي ببساطة. فهذا النيو نود رح يرجع لي ايش؟ التمب. ايش التمب؟ اللي هي النود هذه، هذه النود، هاي النود التمب اللي انشأتها رح تتخزن ويسمي لي اياها بالذاكرة ايش؟ روت. وكأنه هاي صار اسمها ايش؟ اللي هي الروت، تمام. هاي هي فكرتها. طيب بعديها ايش راح اعمل؟ روت تشايلد دوت بوش باك نيو نود 2، تمام. طيب راح جاب الروت وقال له تشايلد. طيب من وين اجت تشايلد بالضبط؟ هلا انا بالفيكتور هون ايش سميته؟ تشايلد. يعني انا الفيكتور عندي سميته تشايلد، اوكي، اللي هو اللي بيجي بعده. بوش يعني اضافه، بوش باك هاي اشي اساسي، يعني كاني ضيف على الاري معناتها.
فأنا عندي الروت تمام، ضيف لي عليه الاثنين والأربعة وثلاثين والستة وخمسين والمية، هذول كلياتهم راح ينضافوا فيكتور واحد، وكأني أنا رحت على الذاكرة، بس خليني أنسخهم عشان أوضح الفكرة. كأني رحت على الذاكرة تمام، إيش صار عندي هون بالفيكتور؟ ضفت له هون كأنه اثنين وثلاثة أربعة وثلاثين وخمسة وستين ومية، يعني هذول كلياتهم راحوا لميل للفيكتور، هيك صارت عندي الروت تمام. طيب نكمل بالمين. هلا تشايلد زيرو، شوف تشايلد زيرو عنده رقمين، ايش يعني تشايلد زيرو؟ اللي هم 77 و 88 تمام. الان لما قال لي تشايلد زيرو يعني هذا الاثنين مربوط بفيكتور اخر تمام، اللي هم 77 وال 88. شفت كيف احنا قاعدين نربط يعني بالذاكره؟ اوكي. طب هون اثنين قال لي واحد، اثنين واحد يعني طبعا، يعني احنا هون مرقمة، احنا بنعرف انه هاي الاندكس صفر. خليني اوضحها بصورة افضل، لحظة شوي، يعني كأنه الروت عندي، هذا الروت ينقسم الى نصين تمام، الكي هاي عشرة تمام، وحطينا فيها الروت ايش؟ حطينا الاثنين والاربعة وثلاثين والخمسة وستين والمية، وهي إيش سميناها؟ سميناها فيكتور. طيب هلأ هاي إيش الاندكس تاعها؟ الفيكتور نفس الأري زي ما حكينا، يعني نفس الأري، اللهم بس رح تفرق معي بإيش، ب الدراو سوري، بدي أختار لون ثاني. فهاي الاندكس تاعها صفر، هاي الاندكس واحد، هاي الاندكس اثنين، هاي ثلاث. هلأ هاي ضفنا لها السبعة وسبعين والثمانية وثمانين، لأنه قال لي تشايلد، روح تشايلد زيرو. بعدين قال لي هون إيش سوي؟ روح تشايلد اثنين ضيف لي واحد. أوكي، يعني هذا تشايلد اثنين حنضيف له إيش؟ حنضيف له واحد، حنربطه بواحد. بعدين هون إيش قال لي؟ قل لي تشايلد ثري، تشايلد ثلاثة، سبعة ثمانية تسعة، تشايلد ثلاثة سبعة ثمانية تسعة، هذا تشايلد الثالث، وكأنه إيش يحتوي على ثلاثة سبعة، لا سوري هو سبعة ثمانية تسعة، فيه سبعة ثمانية تسعة، بس هي هيك. فإحنا إيش هلأ؟ إحنا رسمنا التري بالذاكرة أو حجزناها بالذاكرة. أوكي، هاي الفكرة اللي موجودة عندي في المين. طبعا هاي الجملة رح تطلع لي على شاشة التنفيذ، يعني لو إحنا إجينا نفذنا الكود تمام، هاي الجملة جملة طباعة بتطلع على الكود، يعني على الشاشة ما عندنا أي مشكلة فيها. هلا وين الكود؟ بحكي لي level order traversal، إنه اطبع لي هاي التري وبلش لي من الروت، يعني أنا وديت له الكي هاي، وديت له العشرة، بلش من الروت من الأساس تمام. حنروح على الفانكشن هذا يستدعيه، فوصل الروت. طبعا إذا كان الروت فاضي ما فيه حاجة ما يأشر على إشي، رح يوقف الاقتران، لكن الروت اللي إحنا وديناه، يعني إحنا فعليا وديناه لكل هاي، كل هاي، هذه ما تساوي نال تمام، هذه ما تساوي نال تمام. خليني بس نرجع. لا طيب اوكي، بدي انسخ الكود عشان اتبعه معي ستيب باي ستيب. اوكي بدي اخلي الرسمه هاي موجوده. اوكي هاي الرسمة موجودة، حجيب الفانكشن تاع الطباعة هذا ونطبعه ونشوف ايش اللي رح يصير بالضبط. اوكي طيب، فايش صار عندنا هلا؟ حكينا اذا الروت نال حيرجع لي ريتين، فخلاص هاي ما عندنا مشكلة فيها. هلا هون عرف اشي اسمه كيو. ايش كيو؟ كيو احنا عندنا بالداتا ستراكشر، بالداتا ستراكشر الكيو معروفه انه هي بتشبه الاري ليست تمام، بتكون كلها مربوطه بتاشر على بعضها تمام. بس شو مبادئ الكيو؟ شو مبدا الكيو؟ مبدا الكيو انه الاضافه لما بدي اضيف اي رقم بيكون من الامام، واي حذف بيكون من الخلف، هون الحذف تمام. هاي مبدا الكيو. ف
فأنا لما أعمل بوش يعني إضافة، وكأنه راح بلش يضيف لي إيش عندي، راح ضاف لي، أو إحنا عملية الإضافة كمان بنسميها NQ. NQ يعني دخلها جوا الطابور، وكأنه بدي أحط كل الأرقام بالNQ. طبعا هلا أنا هاي التري كاملة، أوكي، هاي التري كاملة راح تكون تخزنت عندي بكيو، أوكي، يعني تخزنت عندي، يعني أول إشي حيجي عندي العشرة، أوكي، يعني هي الكيو راح تكون طبعا هي كلها متصلة مع بعضها. أول إشي أنا خزنت العشرة، بعدين مين إجا عندي الاثنين، بعدين الثلاث لأنه الإضافة من الأمام، بعدين الستة وخمسين، بعدين المية وهكذا، وبعدين راح أنزل وأضيف يعني السبعة وسبعين، الثمانين. دائما الإضافة بتكون من الأمام، لكن لما بدي أجي أحذف بدي يكون من وراء، أوكي. فعشان هيك راح يدخل كل هاي الأرقام بكيو، أوكي، طبعا حسب الترتيب اللي موجود زي ما دخلناه هون بالمين، أوكي، هاي هي. فهو راح يضيف أول شيء العشرة، بعدين الاثنين، بعدين الأربعة وثلاثين وهكذا، المية، السبعة وسبعين، الثمانية وثمانين، الواحد، السبعة، الثمانية، التسعة، تمام. طيب هلا أنا مدام الكيو ما خلصتها بدي أظني أستمر. كيو سايز كم عدد العناصر اللي أنا دخلتها؟ إذا إحنا لاحظنا هون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، أنا كم السايز عندي هنا؟ هون الآن رح تكون عندي 11، تمام؟ معناته في عندي دوران 11 مرة، أنا بدي ألف 11 مرة، كل مرة، أوكي، دي كيو رح أعمل. إيش يعني دي كيو؟ يعني حذف، رح أعمل حذف لهاي العناصر، أوكي؟ رح أعمل حذف لهاي العناصر، أوكي. فإيش اللي رح نعمله؟ طبعاً عنا هنا الكيو دوت فرونت، هاي الكيو دوت فرونت بترجع لي أول واحد اللي يعني في الأمام واقف، أوكي؟ كيو دوت بوب، إيش كيو دوت بوب؟ اللي هي الحذف اللي رح تحذف لي من الآخر، يعني التري أنا عندي موجودة بهذا الشكل، تمام؟ هذا الفرونت بيكون، اللي بيكون من الأمام، أوكي، ومن هون بنعمل بوب، يعني هذا الحذف، وهذا الفرونت هذا بونتر بيأشر على الأمام، تمام، أوكي. اللي بيعمل إضافة إحنا بنسميه بوش، هذا بيعمل إيش عندي؟ بيعمل عندي إضافة، تمام. طيب هلا هذا الكي اللي واقف هون، أوكي، الفرونت اللي واقف عليه هون سماه اسم ثاني اللي هو البي، يعني بيحكي لي هو الفرونت ونفسه البي. فإيش كل مرة رح يعطيني هاي الإشارة؟ يعني رجع لي الكي، أنت اللي مكان الواقف فيه رجع لي الرقم، رجع لي الرقم، أوكي. فهاي عملية الطباعة اللي رح تصير بكل مرة. هلأ شو اللي رح يصير بالضبط؟ كمان إحنا قبل شوية إيش اللي عملنا؟ عملنا مثلا العشرة، أوكي، العشرة حكينا إنه هي متصلة مع أكثر من حدا، صح ولا لا؟ حسب الكود، حسب الكود متصلة من 2 و3 و34، أوكي، ومتصلة مع 5 56 ومع 100، أوكي. طيب هذا الدوران إيش يسوي؟ هذا الدوران، هذا الدوران بيعمل إن كيو لكل children of the queue item. يعني مثلا أنا هون كان عندي 10، أوكي، هذه 10 أنا قررت إني أحذفها من هنا، تمام. لما أحذفها من هنا شو بروح بيطلع؟ بيطلع معاه كل child تاعينه، أوكي، بيعمل child كلياتها بيطلعها. فهذا الدوران للchild اللي أنا واقفة عليه، يعني الرقم الموجود أنا عليه، بروح بيطلع بيعمل إيش؟ دي كيو آيتم، إيش؟ إن كيو all children، عفواً، بيعمل إضافة لكل الآيتم اللي عملت لها دي كيو. يعني العشرة أنا بس أحذفها من هون بروح بيضيف إيش؟ أبنائها كلياتهم، تمام؟ هاي هي. فهذا الدوران عشان يضيف لي الأبناء تاعتهم، أوكي؟ هاي هي ببساطة. طبعاً هاي اللي راح يضيف لنا اياه بعدين. فالفكرة انه بالبداية كيف راح تصير، يعني هذا الشرح مؤقتا، يعني وكأنه انا صارت عندي كالتالي، يعني انا موجود عندي 10 بس بلشت ضفت اول رقم اللي هو العشرة، تمام، هو اللي فرونت، فيش غيره هذا العنصر، تمام. فشو راح طبع لي؟ طبع لي 10. بعدين ايش سوى هو؟ بعدين ايش سوى؟ راح حط لي كل هذه العناصر بكيو جديدة، هذا الدوران حط لي، يعني بعد ما طبع لي العشرة على الشاشة
راح احط لك كل هذه في الدوران. بعدين ايش سوى؟ راح طبع لي ايش اند لاين. اند لاين يعني نزل سطر، نزل سطر. هلا مين صار عندي بالكيو؟ صار عندي بالكيو هذه، تمام. فراح يطبع هلا مين؟ راح يطبع عندي الاثنين على الشاشه، راح يطبع عندي الاثنين. اوكي، هلا الاثنين شو بروح بيعمل هون؟ لما بيصل، لما بطبع الاثنين ايش بيسوي؟ طبعا بحذفها خلاص، هو من هون بعد ما يطبعها بحذفها، بيعوض مكانها التشايلد تاعينها. مين التشايلد؟ يعني اولادها اللي هم 77 والثمانين، 77 والثمانين هذا الدوران. بس هلا احنا بدنا نرجع للواي لفوق. اوكي، حيضيف لي مين هون؟ حيطبع لي ال 34 ويعوض مكانها تشايلد. طبعا احنا اذا شفنا ال 34 ما عندها حاجه. بعدين حيرجع الدوران لفوق يطبع لي ال 56 ويعوض مكانها الواحد. بعدين حيطلع لفوق حيطبع لي ال 100، وايش راح يعوض بدل ال 100؟ راح يعوض لي ال 7 وال 8 وال 9. يعني هاي بدل ال 100 هنا راح يتعوض 7، سوري ممكن اكتبها هون، ال 100 رح يتعوض بدالها 7 و8 و9، تمام؟ طيب لما خلصنا دوران، يعني خلصنا كل الأرقام اللي هنا، أوكي، حينزل هون، إيش رح يعمل هون؟ حيعمل يطبع لي إيش؟ new line. فعشان هيك صار مطبوع عندي على الشاشة 10، ومطبوع عندي هنا في سطر جديد. هلا لما نرجع على السطر الجديد، أوكي، كأنه رجع هدول حطهم هم أصلاً بتعاملوا مع Q وحدة، يعني وكأنه هاي الكيو الأولى، هاي كيو ثانية، هاي كيو ثالثة، تمام؟ وحيرجع يستمر بهذا الشغل لين ما يخلص الكيو. يعني خلينا نكمل إحنا الحل، تمام؟ لأنه ما ضل إشي، خلينا نكمل. فإيش الآن صار؟ هلأ 77 رح يطبع لي 77 على الشاشة، تمام؟ ورح يضيف بهذا الدوران تشايلد تاعينه، لكن إحنا إذا شفنا ما في إلها تشايلد، خلاص معناته ما في إضافة. بعدين حيطبع ال 88 ما إلها تشايلد، ما رح يشتغل أي إشي. وبعدين رح يطبع الواحد، والواحد ما إلها أي تشايلد، تمام؟ فلما يرجع رح يلاقي إنه كلياته خلص، خلصنا وما في عندي ولا إشي، وصارت الكيو عندي، أو بالأحرى رح يرجع لفوق ويحكي لي إنه الكيو is empty، يعني صارت فاضي، فرح توقف عندي الدوران. هاي هي ببساطة الكود.